اي واحد فينا قبل ما يدوز شي ايفينمون لي مهم في حياته بحال سوتنونس مقابله عمل خطوبه او زواج كيحس قبل من ديك اللحظه باحساس غريب وواحد الاحساس اللي كيرافقنا من المناسبه للمناسبه قلبك كيبدا يضرب بالزربه التنفس ديالك ما كيبقاش منتظم وكيمشي لك التركيز وكتبدا تحرك بزاف هادو كاملين اعراض ديال التوتر كلنا عارفين الامراض الخطيره بحال السرطان اللي كيقتل 10 ديال الملايين ديال البشر في العام وحتى مرض السكري اللي كيقضي كل عام على ما يقارب 7 ديال المليون كاملين كنعرفوا الخطوره ديال هاد الامراض الا اننا كنتجاهلوا الخطوره ديال الامراض النفسيه بحال مرض التوتر او ستريس هاد المرض كيصيب 4% من سكان العالم واللي يقدر يفتح الابواب لامراض اخرى التوتر هو واحد رده الفعل ديال الجسم ديالنا بحالو بحال اي استجابه اللي كتفاعل معها عاطفيا وجسديا يعني واحد الحاجة اللي عادية ولكن علاش كنسمعوا بلي شي ناس بسبب ستريس تفاقمات الحالة ديالهم للأسوأ هادشي علاش بغيت نقول لكم بلي كاينين جوج أنواع ديال ستريس كاين الزوين وكاين الخير غنبداو بالتوتر الجيد أو ما يسمى بالستريس هو التوتر اللي عند الأغلبية فينا وهو اللي كيخلينا نديروا المهمات اليومية ديالنا وكيخلينا نتقاتلوا على شي حوايج اللي كيبانوا لنا أنهم مستحيلين كيخلينا نوصلوا ليهم وحاجه اخرى كيخلينا نتاقلموا مع اي تغيير طرا في حياتنا من جهه ثانيه غنلقاو التوتر السيء هذا التوتر هو اللي كيقيد الناس اللي مصابين به وكيمنعهم انهم يديروا المهام اليوميه ديالهم هذا الشيء كيطرا من وراء تراكمات وحتى الضغوطات ديال الحياه فكيف ما كنقولوا اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده فهاد الشيء اللي كيخلي الجسم ديالنا ينهار من اللي كيكثر عليه الضغط وهنا فين كيبانوا دوك الاعراض اللي هضرنا عليهم قبيله وباش نكونوا متفقين فهاد النوع من التوتر كينهك الصحه ديال المصاب